أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت تعليمة إلى وزيري شؤون الخارجية والنقل بإحصاء الجزائريين العالقين بمطار الدار البيضاء في المغرب. وقد أمر الرئيس تبون حسب بيان لرئاسة الجمهورية بالتكفل بالمسافرين الجزائريين العالقين هناك تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن فور الانتهاء من عملية الإحصاء التي شرع فيها مساء أمس.